الأردن، جمال الطبيعة وسحرها، أصالة الماضي ونهضة الحاضر، وشعب طموح أنجز في السنوات الأخيرة قفزات عملاقة على طريق النهضة الشاملة، مع احتفاظه في الوقت نفسه بتقاليده وأصالته. والنهضة الصحية هي إحدى مظاهر التقدم في الأردن، فأصبحت الرعاية الصحية متاحة لجميع أبناء الشعب. ومن الأمثلة على ذلك أن 95% من الولادات تتم في المستشفيات، وأن 65% منها تتم في المستشفيات العامة. ولكن تبقى بعض التفاصيل في حاجة إلى مزيد من الجهد. فعلى سبيل المثال، وجدت البحوث والدراسات العلمية أن نصف النساء فقط تحصلن على خدمات رعاية الحوامل، وأن 6% فقط تحصلن على الرعاية الطبية في فترة ما بعد الولادة. وقد أثر كل ذلك على المؤشرات الصحية للنساء والأطفال، وهذا بالضبط ما حدث للسيدة رنا، والتي تبلغ من العمر 23 عاما. رنا واحدة من 5 إخوة وأخوات لأسرة أردنية بسيطة، ولرنا أخت واحدة هي بسمة، وثلاثة من الإخوة الذكور. وباعتبارها الأخت الكبرى، تزوجت رنا قبل أختها. وعندما تزوجت بسمة كانت رنا قد حملت 3 مرات، ولكن حملها الثالث، والذي بدأ في خلال أسابيع قليلة من ولادتها الثانية، انتهى وللأسف الشديد بالإجهاض. ولأنها من أسرة بسيطة، لم يكن لدى رنا إمكانيات تسمح لها بمراجعة طبيب خاص أثناء الحمل أو بعد الولادة. إن هذه المأساة التي عاشتها رنا، والتي مرت بها نساء أخريات غيرها، كانت السبب المباشر لقيام وزارة الصحة بأخذ المبادرة في عام 1996 لإنشاء مراكز العناية بالأم والطفل، وذلك لتوفير خدمات متميزة للنساء وللأطفال حديثي الولادة في جميع أنحاء المملكة. ولم يكن إنشاء هذه المراكز بالأمر السهل، لأن الهدف الرئيسي لها هو تقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية الممكنة في أثناء الحمل وما بعد الولادة. ولتحقيق هذا الهدف، تم تزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة والأدوية الضرورية. ومن البداية، فقد تبنى المشروع قاعدة أساسية، هي أن لكل مستفيدة الحق في الحصول على معلومات صحيحة وكاملة، حتى تستطيع اتخاذ القرار المناسب لها ولظروفها. ولتحقيق هذا الهدف، قام المشروع بالتركيز على أهمية المشورة والإعلام كخدمات أساسية. كل مستفيدة تأتي إلى المركز من أجل خدمات تنظيم الأسرة، تستفيد من جلسة مشورة مع أحد أطباء أو طبيبات المركز. وقد تم تدريب مقدمي المشورة على الأسس العلمية لعقد هذه الجلسات، حيث يستخدمون منهجاً علمياً يرمز إليه بكلمة مستخدم. وهذا المنهج يتكون من 6 مراحل بعدد حروف كلمة مستخدم. فالحرف الأول ميم يرمز إلى الخطوة الأولى، وهي مقابلة المستفيدة مقابلة جيدة تتميز بالاهتمام والاحترام، وهكذا. قام المشروع باستخدام كافة وسائل الاتصال الجماهيري والمباشر لتقديم المعلومات الضرورية للجمهور، ولتحفيزهم وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات المراكز. فقام المشروع باستخدام الصحف والمجلات وبرامج الإذاعة والتلفزيون لتعريف المواطنين بأهداف المشروع، كما أنتج المشروع إعلانات مختلفة بهدف تعريف السيدات بأماكن المراكز وحثهم على زيارتها والاستفادة بالخدمات التي تقدمها. مرحبا خالتي، كيفك؟ كيفك شفتي؟ على ديا. وهاي إلكم أنتوا الاثنين، وهذا اللي أنتوا عن جد محتاجينه. جبت لكم إياه امبارح مخصوص من مركز العناية بالأم والطفل. عن جد؟ ورنا هذا المركز كتير كتير عجبني. أنت اللي بيعجبكيش العجب تحكي هيك؟ طب روح جربه الأول وشوف. شو رأيك؟ بكرة الصبح منروح. وفي داخل المراكز نفسها، قام المشروع بتوفير العديد من الملصقات والمطويات والكتيبات التي تعطي معلومات مفصلة عن الخدمات المتوفرة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة. كما تم إنشاء دائرة تلفزيونية مغلقة بكل مركز
يتم من خلالها عرض برامج تلفزيونية قام المشروع بإنتاجها خصيصا من أجل تقديم معلومات مفيدة للمستفيدات، وذلك في إطار خفيف ومبسط ومصحوب بفقرات ترفيهية لجذب الانتباه. والآن يبقى السؤال، هل ساعدت هذه الجهود كلها في تحسين أوضاع النساء والأطفال؟ إن الإجابة على هذا السؤال الهام تأتي من مصادر مختلفة. أول هذه المصادر هو نظام المعلومات الذي تم إنشاؤه في جميع المراكز، ويقوم على إدخال بيانات السيدات المترددات في إطار نظام مركزي للمعلومات. وبناء على هذه البيانات فإن عدد السيدات التي زرنا هذه المراكز قد بلغ 95172 سيدة حتى شهر أيلول من عام 1999، وقد تكررت زيارة معظم هؤلاء السيدات لتصل في نفس الفترة إلى 179528 زيارة. وتعد هذه الأرقام إنجازا كبيرا للمشروع، وخاصة إذا عرفنا أن عدد السيدات التي زرنا المراكز قد تضاعف أكثر من 10 مرات في سنتين فقط. ومن أولى هؤلاء السيدات السيدة رنا، والتي كانت قد مرت بتجربة أليمة عندما حملت بعد مرور عدة أسابيع فقط من ولادة طفلها الثاني، وانتهى ذلك الحمل بالإجهاض. كانت رنا حزينة ومتعبة ويائسة حتى سمعت عن مراكز العناية بالأم والطفل من إعلان تلفزيوني. عندما ذهبت إلى المركز استقبلتها الطبيبة وفحصتها وعقدت لها جلسة مشورة، وقررت رنا أن تبدأ في استخدام اللولب لتنظيم أسرتها. وفي الأسبوع التالي عادت رنا إلى المركز بصحبة أختها بسمة، والتي كانت حاملا في طفلها الأول. أختي رنا اللي أكبر مني غلطت في عدم تنظيمها في عملية النسل، وبالتالي هذا الشيء أثر على صحتها وعلى نفسيتها، ولحتى ما يتكرر هذا الشيء في نصحتني بإني أزور مركز العناية بالأم والطفل، وأنا بدوري رحت وشفت هذا المركز اللي قدم لي نصائح كتير كبيرة ومفيدة، وأنا بشكر أختي رنا على هذا المعروف. لقد جاءت آلاف السيدات إلى مراكز العناية بالأم والطفل، ومن الملفت للنظر أن معظم هؤلاء السيدات يرسلن القريبات والجارات والصديقات إلى هذه المراكز بعدما يشاهدن بأنفسهن مستوى العناية والخدمة واهتمام الأطباء والطبيبات والممرضات.